حضور حركة توحيد والإصلاح برواء بمعرض دولي للدار البيضاء ليس وليد هذه السنة. الحضور هو يعني هذا السنة كان حضورا نوعيا، لأن صاحب العرض حضور مجموعة من الأساتذة والخبراء الذين نشطوا الرواق بفعاليتهم، حيث كان حضور توقيع كتب وكذلك تخصصات الحركة من العمل الطفولي والعمل النسائي والعمل الشبابي، صاحبة كذلك توقيعات للعديد من الكتب، وبحضور مجموعة من المتخصصين والخبراء أعضاء الحركة ومن غير أعضاء الحركة. عرفت صبحية يوم الأحد الماضي حضور رابطة الأمل الطفولة المغربية، حيث نشط مؤطروها صبحية برواق الحركة، وكذلك كان حضور البهلوان وأنشطة مصاحبة في كامل الأروقة في مجموعة من الأروقة داخل المعرض الدولي للكتاب. كذلك عرف الرواق تنشيط صبحية توعوية بخطورة التحرش الجنسي، وقد عرفت حضور مجموعة من الأطفال مع أولياء أمورهم. فرواق الحركة خلال هذه السنة حضور مجموعة من الإصدارات وإعادة طباعة مجموعة من الكتب. آخر كتاب في هذه السنة من إصدار مؤسسة إدريسي الفكرية للأبحاث والدراسات، وهو الرعاية والمسؤولية في الحديث النبوي، دراسة نموذجية للمرحوم عبد الجليل الجسر. كان إصدار مؤسسة من بين الإصدارات الجديدة خلال هذه السنة والتي تم توقيعها برواق حركة توحيد والإصلاح، هناك كتاب سوفينيغ أن بو أوردوني للكاتب محمد بوشام. ومن بين الكتب أيضا هناك مركز إشعاع للدراسات الأسرية، حيث تم توقيع هذا اليوم كتاب مساواة بين الجنسين في الإسلام مقاربة أصيلية للباحثتين الدكتورة حنان بشقرون والدكتورة أمينة هموري. ومن المنتظر قبل نهاية المعرض الدولي هذه السنة أن يتم التوقيع على وتقديم كتاب المغاربة والقدس جوانب من العلاقات التاريخية للكاتب بوشتا بوكزول. ومن بين الكتب أيضا التي تشرف رواق حركة توحيد الإصلاح بتقديمها وتقديمها هنا كتاب الطائفية، ومن إصدار مؤسسة الإدريسي لإعداد وإشراف أبو زيد المقرئ الإدريسي. ومع اختتام فعالية هذه السنة للمعرض الدولي للكتاب، فرواق حركة توحيد والإصلاح كان رواقا تواصليا بامتياز، حيث أن المجموعة من التخصصات داخل حركة الإصلاح ومسؤوليها كانت مناسبة لكي يتواصلوا مع الجمهور الوافد على المعرض بالتعريف بالحركة وبالتعريف بتخصصاتها. ونتمنى أن نأخذ العبرة من والتجارب حتى يكون رواق السنة المقبلة أفضل من رواق هذه السنة.